عليكم ومش خبركم لبس عليكم. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحيحتكم وبسلامتكم. اليوم جايين على بركة الله هاد الصباح بغيت نطيب واحد الكيكة باش نصبح. غادي نديرو فيها هنايا معلقة ونص ديال صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان. ولكن اللي غادي نقول لكم قبل ما نبدا في المقادير غادي نخلطهم باش يدوب ليا القهوة. طيب ياك. وهنا عندنا كاس وشويه ديال السكر. هنا عندنا كاس ديال الزيت، عندنا جوج معلقات ديال الكاكاو، وعندنا اربعه ديال البيضات، وعندنا الدقيق حسب الخليط، عندنا جوج خمارات وفانيا وواحد الياغورت. واحد الياغورت باقي قدمت لكم كل شيء. دابا غادي نبداو على بركه. نسيت ما قلت لكم شويه هذا الحليب دفيوه. وهنايا عندنا قريصه ديال الملحه، وحتى جوج خمارات وجوج خمارات اخرين. المهم قريصة ديال الملحة. دابا غادي نبداو على بركة الله نديرو البيض ديالنا. نسيت البيض عندي فيه التاريخ. السلام. نحركو دابا غادي نديرو السكر ديالنا. قبيصة ديال الملحة ونحركو. نديرو الزيت دائما نبقاو كنخلطو. نديرو الياغورت. المرحلة غادي نزيدو فانيا ونكبو هاد الكاس ديال القهوة اللي درنا هاد الحليب بالقهوة سريعة الذوبان. على روحها في هاد القهوة. فوالا دابا غادي نلوحو الكاكاو. دابا غادي نبداو نزيدو الدقيق شيئا فشيئا. الدقيق درنا فيه جوج كيسان ونص، كان كيتحاب لي حسب الخليط، ماشي حسب الخليط، أنا راه عرفتهم جوج كيسان ونص وقلت لكم هكاك، علاقاش هاد اليوم صباحا من الدوخة. دابا هنايا غادي نزيدو الخمارات ديالنا جوج. الاخر لحظه اخر لحظه اللي باش غادي صافي نديروه في الفران. الفران راه سخون ونديرو هكا الخميميرات ديالنا مزيان ونخلطو. خصو يكون القوام ديالو بحال هكا
ما يكونش الله على واحد الريحة طالعة منه. باش ندخلوا الكاميرا باش ندخلوا الخميرة على جميع النواحي. خلطناها مزيان وعرفنا الخميرة دخلت مزيان وبدات كدير هاد الفقاعات. دابا غادي نخويو الكيك ديالنا هنايا في لومون. دابا هذا هو الكيك ديالنا غادي نحشيوه في الفران ونتسناوه حتى يطيب ونطلقه. على بركه الله غنديروا كاس وشويه ديال الحليب شويه، ها هو وكاس ها هو، وغادي نمشيو ندفيوه باش نوجدوا لاكاناش. لاكاناش غادي نديرها ماشي بلا كريم فريش، غادي نديرها بالحليب والشوكولات ونسكافي. فلينا الحليب غادي نديروا فيه قهوه سريعه الذوبان، نحركوا شي شويه ونلوحوا الشوكولاتة ديالنا يبدا كيتطلق شويه شويه. نديروا واحد 200 غرام حتى 150 حتى 200 غرام، غنشوفوا كيفاش كان هذاك الشيء داك لاكاناش ديالنا واش جاريه ولا ثقيله. نزيدو زبيده باش صافي. دابا غنمشيو حنا دابا هي لاكاناش ديالنا وجدات، شوفوا كي دايره على مكيناتها. دابا غادي نبداو كنسقيو هكا دابا حنا غادي ندوقو هاد الكيك ديالنا كي جا واو. نبقى غير نقول لكم صحة وراحة، كنتمناكم تجربوه وردوا عليا الخبر. لي ابوني بارطاجي ويشوف لا فيديو من الاول حتى الاخر. ماما تريد واللي ماشي ابوني ابوناو وفعل الجرس باش يجيك كل جديد.